السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. المهم، فيديو جديد ونهار جديد معايا. هاد النهار كما كتشوفوا معايا بديت لكم فيديو ماشي من الصباح، وانما مور الغدا من بعد ما درت نضنا جمعت الدار. المهم مالي نضر فطرو ودرت الغداء وتغداو. علاش كنقول لكم المهم مالي نضر؟ لحقاش انا صايمه وبغيت نشارك معكم هاد النهار وانا صايمه فيه، شنو غادي نوجد فيه، شنو غادي ندير. المهم هنا كما كتشوفوا معايا راني كنوجد الحريره البنات وهادي سميتها الانسه خصيصه، لحقاش هي اللي كانت قالت لي ديري لنا الحريره. المهم انا درت لكم الحريره على الطريقه ديالي الخاصه نتاع الزربه، ماشي نتاع الزربه، وانما انا لقيت واحد الطريقه اللي ريحاتني في الحريره، اللي دغيا دغيا ما كان نضربش فيها تماره بزاف. هي انني كنطحن كل شيء كما تشوفوا معايا، كان نطحن البصيلة ونطحن المطيشة ونطحن الربيع، المهم الكرافس قزبور ومعدنوس، كنطحن كل شيء وكنهني راسي. شحال هادي كنت الحقيقة بكل صراحة ما عرفتش انا معكازة ولا شنو، ولكن كانت كتبان لي الحريرة شي حاجة زعما كنضرب فيها تمام وكتاخد لي الوقت. اما فاش بقيت كندير هاد الطريقة كنطحن كل شيء وليت دغيا دغيا، وحتى المعن ما كيكونوش كتارين عندي بزاف. المهم كيما كتشوفوا معايا غادي نطحن كل شيء ونخويه ونديره في الكوكوت، وغادي ندير له العطريه وغادي نردها طيب كما غادي تشوفوا معايا كل شيء. وصافي دوزوا معايا هذا النهار نتاع الصيام. عرفتوا هذا النهار البنات على برد كان، دابا راني جالسه بالبيجامه وعجبني الحال، ولكن شويه غادي يبرد عليا الحال مزيان. المهم غادي نخليكم مع الفيديو ما نكترش عليكم. البنات هاد المقطع اللي غادي يدوز مور هذا، انا راه قلت فيه انني درت في الحريره العطريه كامله. لا البنات انا غير المهم درت العطريه كامله، هي درت العطريه كامله كامله غير هذا ما عدا سميتو الكامون اللي ما درتوش. المهم ما عرفتش كي دارت فلتات لي وانا صلحتها قبل. المهم الا سمعتوها يسحب لكم راني درت العطريه كامله. لا البنات العطريه كامله ما عدا الكامون. مهم البنات هذه هي الحريره، بالنسبه للعطريه درت فيها العطريه كامله وكنزيد معاها القرفه. القرفه كتجي زوينه، جربوها البنات. هنا طحنت ربيع سميتو كيما شفتو معايا، هكا كتجي ساهله. القزبور ومعدنوس والكرافس، طحنت مطيشه حتى هي، ودرت شويه نتاع الحمص وشويه نتاع العدس وشويه نتاع الفول هذاك اللي منقي. صافي دابا زدت لهم زويته ومليحه ضروري، وصافي غادي نردهم يطيبوا. ديك الساعه فاش يطيبوا نرجع معاكم. المهم البنات دابا غادي ندوز باش نوجد معاكم واحد المليويات ولا خبيزات غادي نديرهم مع مري. حتى جيت هنايا شويه نتاع الطحين غادي نحتاج لها غير مليحه وشويه نتاع سنيده باش تحمر لي فيها. غادي ندير المليحة كيما قلت لكم سنيدة، وغادي نعجنها بمية دافية كيما العجينة نتاع الملي عادي نزغها بيدي. صافي وهي المويه دافيه هادي باش غادي نعجن. صافي ترجع معاكم بلا ما نطول. رجعت معاكم البنات من بعد ما عجنت العجينه، نسيت ما وريتكمش واحد الحاجه وتا انا كنت نسيتها، وملي تفكرتها حتى الاخر درتها، هي انني دايره معاها شويه نتاع الخميره نتاع الحلوى، غير شويه ماشي بزاف.
غير باش ما تجيناش عجينه قاصحه وصافي. دابا غادي نغطيها وغادي غادي نغطيها ونخليها تخمر، ومن بعد ما تخمر غادي نديرها كورات صغيره كيف حالك كنديرو مسمن، وغادي نغطي عليها عاوتاني نخليها تطلق باش ما باش نوجد الكشوه، وغادي نبقاها واجده لي. عرفتوا البنات كرمت بالبرد، مشي دزت عليا هاد التريكو البرد البرد الموت. المهم غادي ندوز معاكم باش غادي نوجدو التعميره نتاع دوك ملويات ولا المهم ولا خبيزات اللي كيما بغيتو تسميوهم سميوهم، هما غادي نديروهم على الطريقه نتاع الملوي. المهم خليكم معايا غادي ندوزو نوجدو كلشي غادي تشوفوه. هنا كما كتشوفوا دزت باش غادي نوجد التعميره، شعلت بعدا اول حاجه على المقيله. انا غادي نجبد شويه نتاع الكفته حيت نعمرهم بالكفته. درت في ديك المقيله غير شويه نتاع الكفته نتاع الزيت بدينا نتقرمق. المهم درت شويه الزيت كما كتشوفوا، غادي نزيد عليها شويه نتاع الكفته وغادي نخليها تطيب شويه ما تديوش عليا البنات، يما كنبغي هكا نبقى ندخل الصوت ضروري الهضره كتلف لي. المهم قبلوا على اختكم وصافي. هنايا قليت شويه الكفته، غادي نزيد عليها البزار كما كتشوفوا معايا، لا مونطاغ ضروري راكم دابا غادي تولفوا عليا لا مونطاغ في اي وصفه. اي وصفه فيها لا مونطاغ لا مونطاغ. شويه نتاع الهريسه شويه د المليحه، همشي معاكم خطوه خطوه. غادي نقليها مزيان، والمهم غادي نزيد عليها الشعريه الصينيه اللي انا راني وجدتها قبل، درتها في المطايب وصافي وصفيتها وقطعتها، حتى هي غادي نزيدها عليها، وغادي نزيد عليها حتى غادي نقليها مزيان معاها، وغادي نخليها تبرد شويه، وغادي نزيد عليها طريفات نتاع الفرماج ماشي المهم ثلاثه نتاع الفرماجات قطعتهم طريفات صغار، ونزيد معاها الزيتون مقطع حتى هو. المهم خليكم مع الوصفه مو انا معاكم حتى انا. ها انتوما كنت نسيت القزبر ومعدنوس، شويه نتاع القزبر ومعدنوس طريين. عرفتي البنات لحقاش الفيديو راني هاد يومين ملي مصوره، واليوم عاد كتاب ندير له المونتاج، داكشي علاش راه نسيت على زعما المقادير كامله في خطره، باش نقولهم زعما كاملين في خطره واحده راه نسيت له. المهم انتوما كتشوفوا معايا وكنتفكروا مع بعضياتنا. صافي هنا راه كيما قلت لكم غنزيد عليها غير شويه نتاع الزيتون. هنا من بعد ما تبردات لي داك الحشوه وعاد زدت عليها الفرماج والقزبر ومعدنوس والزيتون، وغادي نخلطها وصافي. غادي ندوز باش غادي ندير هذيك العجينه اللي وجدت قبل، غادي نديرها على شكل ملويات كاملين كما تشوفوا معايا بلا ما نحرق لكم المراحل ياكم. المهم خليكم سميتو وحده مور وحده بلا ما نسبقوا الاحداث. المهم هيا بديت في هادوك العجينه، راني كنت قلت لكم قبل كتخليوها غير تطلق شويه وكتوليو تشكلوها على حسابها ككوايرات صغيورين كما كنديروا الملوي. وهنا راكم غادي تشوفوا معايا راه كما كان المهم ملوي ملوي وهذاك ملوي. المهم هنا البنات كاين اللي يبغي هكا يورقهم بشويه نتاع الزبده، المهم كل واحد كيبغي يورقهم، انا ورقتهم غير بزويته صافي. كاملين غادي نديرهم هكاك ملويات، وعاد غادي ندوز باش غادي نعمرهم. المهم خليكم معايا عندك تهربوا. كل مره كنقول لكم خليكم معايا زعما راكم هاربين، خليكم معايا عندك وتمشيو.
هتلاحظوا البنات في هذا البرد ما كنعليش كاع الكمام تاعي، ولكن راه الموت نتاع البرد ما نقدرش زعما كنعليهم ونخدم شويه صافي، ما كنقدرش البرد بزاف كنولي نهبط ما كنقدرش والله البرد البنات البرد قهرنا هانتوما عاد هي الهضره بقات تمشي. المهم البرد قهرني انا بعدا هاد العام جاني قاصح بزاف. المهم كما كتشوفوا معايا غادي نمشي بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكيمياء كامله، وغادي ندوز نعمرها بديك التعميره كما تشوفوا. ممكن كنظن كلكم كتعرفوا هاد الطريقه. مهم انا كنتشارك معكم داكشي نتاعي شنو درت اليوم، ماشي كنختار لكم شي حاجه جديده ولا راه كلشي كنظن كيعرف لها، ولكن المهم انا كنشارك معكم شنو درت بالنسبه للتعميرات اللي كنت فنن فيهم كنجيب تعميرات نتاعي خاصين زعما ماشي كان ما كنجيبش شي حاجه محدده ونديرها لكم، لا كندير شي. المهم كيما رشقات لي انا راه التعميره راه ممكن هاد النهار شتوني درت فيها هاد الشيء مره اخرى ما نجي نفس ندير نفس المليويات، ولكن ما غاديش ندير نفس العطريه ولا نفس. المهم كنبدل انا كنبدل ما كنبقاش قابطه في وصفه واحده. كما كتشوفوا معايا البنات الطريقه باش كنعمرهم، كنقبض دوك المليويات كنطلقهم مزيان كما كتشوفوا وكنعمرهم وكنقبض الجنيبات. راه هذا الفيديو موضح كل شيء، كنقبض الجنيبات وكنطويهم وكنقبضهم بزيتونه هكا وصافي، وغادي نستفهم في اللاطه غادي ندخلهم الفران. بالنسبه لي انا ما بغيت لا ندهنهم لا بالبيض لا حتى شي حاجه، حتى داك الشيء كما العاده ما بغيتش نزوق ولا. المهم كما كندير لهم دائما راه انا دابا هاد اليوتيوب خديته انني نبارطاجي معاكم داك الشيء كما كنديرو انا، ماشي زعما نزوق ولا شي حاجه. انتم بغيتو يجيو محمرين مزيان وهكا دهنوهم بالبيض، و الا بغيتو حتى ديروا عليهم فوقهم شويه نتاع الزرارع كيجيو زويونين. المهم انا اكتفيت غير هكا ودخلتهم الفران وصافي، تحمروا لي شويه وصافي ما درت لهمش، ولكن كما قلت لكم نتوما بغيتهم يجيو محمرين ديروا لهم البيض دهنوهم دهنوا لهم البيض قبل ما تدخلوهم الفران. بالنسبه للفران البنات راه تشعلوهم من الفوق ومن التحت وتخليهم حتى يطيبوا ويتحمروا وصافي يكونوا معاكم واجدين. انا كما كتشوفوا مع البنات دزت باش غادي ندخلهم الفران يطيبوا، ومنها غادي ندوز باش غادي نوجد باش غادي ندور الحريره نتاعي بنفس ما كنخدمش المعن بزاف بنفس هذيك المولينيكس هي اللي غادي نكمل بها الخدمه. كما كتشوفوا معايا كنسخن يديا راه واحد البرد خطير، راه فين ما كنشعل البوطه كنسخن يديا الاول عاد كنحط فوقها الحاجه. المهم درت شويه نتاع الماء وغادي ندير هذا الطحين وغادي نزيد عليه حك نتاع مطيشه هذاك المتوسط وصافي، غادي نديرهم يتطحنوا باش غادي ندور الحريره نتاعي. وهاد سميتو والله الا سهلات عليا كلشي بالنسبه للحريره، راه سهلات عليا كلشي كما قلت لكم ما كاين غير طحنكم، ولكن الحمد لله اللي لقى شي حاجه اللي زعما تخفف عليه الشقا راه ماشي عيب، راه ماشي زعما هذا عجيز ولا شي حاجه، ولكن اي حاجه درتي لقيتيها تخفف عليك زعما الشقا ديالك ولا راه ما فيها حتى حاجه، بالعكس راه شي حاجه زوينه انك كتكتشفي شي حوايج كيساعدوك ويسهلوا عليك يخليوا لك حتى الوقت لحوايج اخرين. المهم هكا غادي ندوز باش غادي ندور الحريره نتاعي.
وفي نفس الوقت البنات راه ضروري اي حاجة خدمتها راه كنرجعها لبلاصتها. الماعن كنحاول ما امكن انني اللي حطيته نغسله وصافي باش تبقى لي الدنيا نقية. واخا هكا كيتجمعوا الماعن ولكن المهم شوية كون نخليهم وحدين على وحدين هذيك هي المشكل. ما دابا شوية كتحيدي زعما اللي تحطات كتحيديها راه كتخفي عليك. انا راه دزت راه خليت الحريرة طابت شوية بدك زعما يطيب داك الطحين وعازت زدت عليها هذه سميدة نتاع الشعير وشوية نتاع الشعرية وتما كما كتشوفوا راه مبيضات كيتسلقوا. درت الاجواء رمضان نيشان. وهنايا عندي هذا الكرافس الحريره كتجي زوينه الا خليته هكا الكرافس حتى الاخر غير شويه. ما راه حنا درناه في الاول ولكن كتخليه شويه هكا مقطع في الاخر كيعطي ديك الريحه نتاعو مجهده كيجي زوين. وصافي الحريره نتاعي هكا كندورها البنات طحينه دايره كلشي كيديرها ولكن كنزيد عليها شويه نتاع السمن وضمد البنان تاع كنور. ضمد البنان تاع كنور يا سلام. المهم البنات راه نخلي هذا الاوديو كيما هو واخا درت فيه عرماد الاغلاط ولكن ماشي مشكل ما فيها ما نحاول من الاول. كيما شفتوا معايا درت السمن وغادي نزيد عليها ضمد البنان تاع كنور. المهم انا في الحريره كيعجبني ندير الضمه البنه واصلا في الطيابيط تقريبا كامل كنديرها. ما عرفتش كاين اللي ما عندوش معاها ولكن انا ماشي كيقول كاين اللي كيقول لك ماشي صحيه ولكن انا كنديرها كنخدمها بزاف. صافي هذه هي الحريره نتاعي كتجي بنينه البنات. جربوها جربوها غير مره على طريقتي وغادي تشوفوا كتجي غزاله. وصافي هنايا دست باش غادي حطيت الفطور نتاعي. هذا هو الفطور نتاعي البنات. حطيت بيضة وحطيت لي في هذه الحريرة كما كتشوفوا كل شيء باين على عينيكم زعما بلا ما بقى نشرح. داك الكويس راه كنت كنستنى اتاي طيب باش نخويه. هادو هما الخبيزات البنات كما قلت الا دهنتهم بالبيض يجيكم محمرين كتر. وصافي هذه هي النهايه نتاع الفيديو نتاعي. كنتمنى يعجبكم الفيديو ويلا غادي نخليكم حتى المره الجايه ان شاء الله. يلا بسلام عليكم تهلاو في راسكم.